نفى مصدر مصري رفيع المستوى ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة. وأكد المصدر أن أكاذيب الجانب الإسرائيلي تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك محاولات إسرائيلية مستمرة لتصدير الأكاذيب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح الفلسطينية بهدف التعتيم على فشلها عسكريا وللخروج من أزمتها السياسية. كما نفى وجود أي اتصالات مع الجانب الإسرائيلي بشأن الادعاءات بوجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر، مؤكدا أن إطالة أمد الحرب هي هدف إسرائيلي لتهرب تل أبيب من أزماتها الداخلية.